السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي شفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. الجمعية العمومية للنادي الأهلي كان ده اليوم الثاني اللي كان دعا ليه مجلس الإدارة. أعضاء الجمعية العمومية حضور على يومين، مجموع الحضور 3972، وده أقل من الحد الأدنى المفروض يحضر أو اكتمال النصاب القانون المحدد ب 5000. وبالتالي غياب الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه معناه انه ده تفويض لمجلس اداره النادي الاهلي في جدول الاعمال، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وزي ما قلت لحضراتكم، اعلن الدكتور سيد حزين مديريه الشباب والرياضه بالقاهره عن حضور 3972 عضو فقط من اعضاء الجمعيه العموميه، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 5000 عضو لاكتمال انعقاد الجمعية العمومية. وهذا يعني إن عدم حضور أعضاء الجمعية العمومية يعني تفويض لمجلس الإدارة في اعتماد الميزانية واعتماد ما يرونه في جدول الأعمال اللي كان مطروح على أعضاء الجمعية العمومية، زي الميزانية وزي أيضا شطب بعض الأعضاء زي إبراهيم عيسى وهناء حمزة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أكد أن عائلة النادي الأهلي قادرة على عبور كل التحديات، وأن القيم والمبادئ هي أهم ما يربط بين أعضاء الجمعية العمومية، وجاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بأي تجمع لعائلة النادي الأهلي العريقة التي دائما ما تجتمع من أجل مصلحة النادي، لافتا إلى أن كل خلافات في وجهات النظر أو أي خلافات في وجهات النظر لا يمكن أن تؤثر على وحدة وتلاحم الأعضاء. وأشار إلى اعتزاز مجلس الإدارة بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ووجه ليهم الشكر على تلك الثقة. وأوضح رئيس النادي الأهلي أن الأهلي يمر بمرحلة من الاستقرار، ولكنها في نفس الوقت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات، وأن مجلس الإدارة يمضي قدما نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي وأعضائه وجماهيره. وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن ميزانية النادي الأهلي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على زيادتها ومضاعفاتها من خلال إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الموارد بجانب عقود الرعاية في ظل الإنفاق الكبير تماشيا مع الطفرة الهائلة في كافة الخدمات بمقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتجهيزات التي تجري في فرع التجمع الخامس والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاحه في أبهى صورة خلال الفترة المقبلة. كل التوفيق للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. بالأمس كنا اتكلمنا عن الصورة اللي انتشرت في غرف ملابس المنتخب الأرجنتيني لما ميسي خد شيرت أحد لاعبين المكسيك ورماها في أرضية الغرف خلع الملابس. فأحد الملاكمين المشهورين في المكسيك توعد ميسي وقال يعني من الأفضل إن ميسي ما يقابلنيش، أو إنني لا أجد ميسي، يعني لأني لو قابلته فده هيبقى من سوء حظه، هيبقى مش كويس بالنسبة له يعني هيضربه. رد الملاكم مايك تايسون على الملاكم المكسيكي اللي هدد ميسي بسبب التيشيرت، وقال مايك تايسون خلال تصريحات صحفية: هناك شخص يدعى الفريز كانييلو يهدد ميسي، إذا تجرأ على لمسه فهذا يعني عودته إلى الحلبة، يعني عليه أن يعود إلى الحلبة حتى يواجه هذا الشخص في حلبة الملاكمة يعني. ورد أجويرو نجم الأرجنتين السابق في مقطع فيديو عبر تويتر على تصريحات الملاكم لتهديد ميسي: أنت لا تعرف شيئا عن كرة القدم، وما يحدث في غرف تبديل الملابس لا تبحث عن أعذار أو مشاكل، ميسي فعل ذلك دون قصد. يعني بيبقى في حالة من الهرجلة مش مقصودة، عملية مش متعمدة. ده رد أجويرو ورد مايك تايسون. نرجع تاني للاحتفالية اللي عملتها جريدة المساء والاختيارات
والتصويت على الاضرار. بصراحه ما سمعش عن التصويت. طب مين اللي صوت؟ طب التصويت ده جه ازاي؟ طب تم انتشر ازاي؟ انت عايز تقول لي ان هؤلاء يعني نجحوا بالتصويت؟ طبعا في لجنه اختارت، لكن في قال لك في تصويت، عايز يكون في تصويت، ودول اللي ينجحوا في ظل جماهير النادي الاهلي. انا هعمل تصويت بس مش هعلنه، انا هعمل تصويت. هو ده اللي حصل بالظبط، لما تلاقي تم اختيار حاتم بطيشه احسن معلق رياضي، احتفلوا وكرموا، لما تلاقي هاني حتحوت بيتم اختياره افضل برنامج رياضي في استفتاء المسا الكره والملاعب والمسا، هاني حتحوت الى رفقه طبعا حازم امام، برفقه عواد، برفقه امير، برفقه المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، كل هؤلاء يعني. وتقول لي استفتاء، استفتاء مين يا راجل؟ بالامس شاهدنا احد الاشخاص بيقتحم مباراة في قطر حاملا شعار، ظننا جميعا ان هذا الشعار خاص بالشواذ، واتكلمنا وقلنا لابد ان يتم معاقبته اقصى عقوبة. محمد المشريكي قال لك لابد من معاقبته لانه اخترق القانون ومفيش مجال في موضوع الشذوذ ده لاي تهاون يعني. لكن اتضح احنا لا عارفين ولا هم عارفين، الناس مش عارفة الفرق ما بينها. قال لك العلم اللي كان شايله ده قال لك شعار السلام العالمي، الولد اللي نزل او الشخص اللي نزل واقتحم ارض الملعب كان معاه علم مش بتاع الشواذ، لا قال لك شعار السلام العالمي وليس شعار، وبالتالي تم اطلاق سراحه بشكل سريع يعني. بالنسبه لمباراه الخميس والجمعه، الزمالك هيلعب في الاول من ديسمبر يوم الخميس مع النادي المصري، والاهلي هيلعب مع طلائع الجيش. كواليس بعض الحكام او تعيينات الحكام لهذه المباراه وهاتين المباراتين، طبعا امين عمر جاهز موجود لنادي الزمالك، وهيكون مع مين؟ ابن الكابتن احمد الشناوي، اللي طبعا ما فيش هيحسب اي حاجه، عشان لو حسب اي حاجه على نادي الزمالك هتبص تلاقي مرتضى منصور طالع وهيطلع. ده مرتضى بيقول لك معاكم طالع معاكم يوم الخميس، مرتضى قال موعدنا يوم الخميس، يعني بعد المباراه لو ابن عمر الشناوي ابن احمد الشناوي عمل حاجه هيطلع يشطف الدنيا. ايضا تم اختيار محمد عادل حكم لمباراه النادي الاهلي ومعاه وائل فرحان. انا مش عارف محمد عادل هيحكم لنا كم مباراه هذا الموسم يعني. غلطة سيد عبد العزيز الموسم اللي فات، قال لك كابتن محمد عادل مباراة الزمالك بتاعت خمسة لا ما حكملناش، فمن وقتها نازلين محمد عادل. محمد يا سيدي كانت غلطة يا عم، احنا غلطنا نعم، جبت محمد عادل كابتن سيد عبد العزيز خلاص، محمد عادل مش مكتوب لنا بقى في الروشتة. او الامن القطري بيقبض على شخص بمباراة امريكا وايران بيحمل شارة المثليين او الشواذ في المدرجات، والواد حيطه. انا مش عارف انت يا ابني شاذ ازاي، ده انت حيطه يا ابني، عيب، اختشي على دمك يا ابني. ده واد طول بعرض وراجل كبير عنده 50 ولا حاجه و50 حاجه، في منتهى السخافه وقله الادب وقله ايه السخافه حرام يا حبيبي، يا حبيبي عيب، ده انت حيطه، هتبقى ازاي حيطه وتبقى كده بالشكل؟ عيب يا عيب، اعرف العيب. المهم بمناسبه مباريات اليوم، تم طبعا تحديد اربع فرق تأهلوا إلى دور ال 16 رفقة الفرقتين اللي تأهلوا بسبب إنهم فازوا في المباريات السابقة. طبعا الأرجنتين مع المنتخب أو آسف اللي تأهل كان الأرجنتين، أعتقد الأرجنتين مع المنتخب الفرنسي، وأيضا تأهل المنتخب الهولندي مع السنغالي، وأيضا تأهل المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأمريكي. إنجلترا فازت طبعا بعد الفوز على ويلز 3-0، وأمريكا بعد فوزها على إيران بهدف مقابل لا شيء، وهولندا فازت على قطر 2-0، وأيضا فوز السنغال على الإكوادور بهدفين مقابل هدف. فرنسا طبعا كانت فازت بمباريتين، واعتقد البرازيل اسف مش الارجنتين، توضيح، البرازيل هي اللي فازت بمباراتين، لسه الارجنتين عندها مباراه مع بولندا، والسعوديه عندها مباراه مع المكسيك. كل التوفيق للمنتخب، لكن البرازيل هي اللي تاهلت مع فرنسا يعني دور 16 مع الاربع منتخبات اللي احنا قلنا عليها، ليصل العدد الى 6 منتخبات. طبعا صوره هتتعب اعصاب البعض، كابتن حسن شحاته مع الكابتن احمد سليمان، هل يتم انتجاز حق الكابتن حسن شحاته لوجوده مع احمد سليمان؟ ونسال سؤال، هل هذه الزياره والدعوه الكريمه لهؤلاء الكباتن بدعوه من ابو سنيده، وابو سنيده هو باعتهم عشان يتامروا على طبعا خرافات وكلام الكابتن حسن شحاته واحمد سليمان، يعني راجل مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وكابتن حسن شحاته مدرب منتخب مصر، وعلاقه منهم طويله، كانوا مع بعض في منتخب
مصر، ولكن البعض دائما وابدا عايش على المؤامره والخرافات. لاعب نادي الزمالك سامسون اكونيولا بيرفض العقوبه الماليه المقاعه عليه من قبل نادي الزمالك بسبب تاخره او تاخر العوده الى القاهره، وبيقول لك انا وعاقبوني ليه؟ ده انا مبلغكم كل حاجه اول باول، كان عندي مشكله في جواز السفر، وبعدين انت هتخصم مني على اساس ايه؟ احنا موقعين العقد وانت لسه ما دفعتليش قيمه العقد بالكامل، لسه في لعيبه خدت مقدمات وانا ما خدتش المقدم بشكل كامل، فانت هتخصم مني فلوس على اي اساس؟ ازاي بالنسبه للماليه والواقع هتخصم عليها ازاي وانا غصب عني يعني؟ بالنسبه لنجاح فرج عامر في نادي سموحه، بعض الانباء بتتكلم على ان نادي الزمالك ومرتضى منصور بيفكر يقطع عارة لاعب نادي الزمالك محمد شبانه المعار الى نادي سموحه بسبب نجاح فرج عامر، بسبب الخلافات والكلام عن فرج عامر وهجومه على فرج عامر في الفتره الاخيره. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.